تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. كالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز التفاعلات عليها لليوم، والبداية كالعادة بعد العناوين. وثائق جديدة تكشف ترخيص شركات جديدة لآل الأسد، هل يعيد النظام تشكيل الاقتصاد السوري؟ تاجر مخدرات الفرقة الرابعة، مقاتلو ذاته يقضون على ميليشيا حسن غدير. أهلا بكم مشاهدينا. عرف عن حافظ الأسد تاريخيا ومنذ انقلابه في العام 1970 والذي تسلم فيه السلطة في سوريا وحتى وفاته في العام 2000 أنه كان يمنح الطبقة البرجوازية هامشا للعمل تحت رقابته، وذلك بعد أن يضمن ولاءها المطلق له، لأنه كان يدرك ببساطة أنهم أصحاب مهن وشيوخ الكار، وأن منازعتهم على مساحات عملهم ستنعكس ربما سلبا على الاقتصاد، إذ كان حافظ يعتقد أن العائد الاقتصادي يكون أعلى عندما تبقى الملكية بيد شيوخ الكار. من هذا المنطلق تربع محمد مخلوف على سدة الاقتصاد السوري، هيمن بشكل كامل على جميع مفاصله مع الحفاظ على الولاء لحافظ ونظامه، خلق توازنات متفق عليها تضمن هامشا لتتنفس المهن الصغيرة والصناعات المحلية مع بقاء السيطرة وضمان الولاء المطلق لحافظ الأسد والنظام. مات حافظ الأسد ومات محمد مخلوف، ورث رامي عرش والده الاقتصادي وورث بشار عرش السلطة من أبيه، لكن الفرق بين حافظ وبشار هو أن الأخير أعطى رامي مخلوف دورا أكبر بكثير في المجال الاقتصادي مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد حافظ، الذي كان يركز على إبقاء مفاصل القوى العسكرية والأمنية والسلطات الثلاث تحت سيطرته، في حين كان الاقتصاد يأتي في المرتبة الثانية، إذ لم يعر انتباها لهذه المعادلة وحاول تركيز القطاع الاقتصادي كله بيد رامي مخلوف، الأمر الذي أدى في النهاية كما يعرف الجميع إلى الصدام، وذلك عندما دخلت أسماء الأسد على خط الاقتصاد، بدأت تنتزع من رامي مخلوف ميزاته الاقتصادية بدءا من سيرياتيل وصولا إلى جمعية البستان ومرورا بكل المشاريع الإنمائية والإنشائية وغيرها من المشاريع التي كانت بيد رامي مخلوف والتي إما تحولت وأصبحت بيد أسماء الأسد أو أنها أذيبت بشكل أو بآخر وظهر بدلا عنها منشآت أخرى. حصل الصدام وما كان كان، تربعت أسماء على عرش سوق الاتصالات في سوريا، حيث تمتلك أسماء شركة إماتيل التابعة لها حاليا، وهذه الشركة حاليا تمتلك أكثر من 45 مركزا أو مكتبا في جميع أرجاء سوريا، تبيع معدات الهواتف المحمولات، توفر خدماتها والمعدات الإلكترونية والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن أجل ترتيب المشهد، وطبعا بعد احتقان البيئة الموالية للأسد إثر إبعاد مخلوف عن المشهد، يبدو أن الأسد أخيرا قرر أن يذر الرماد في العيون كما يقولون، حيث أظهرت وثائق حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، أظهرت ترخيص شركات جديدة ضخمة تتبع لعائلة الأسد في محاولة لامتصاص الغضب، وهناك من قرأ أبعاد أسماء الأسد عن المشهد بالطريقة نفسها. في هذه المادة على موقع تلفزيون سوريا المحلل الاقتصادي نصر الجابري يقول لتلفزيون سوريا، يقول بأن ترخيص الشركات الجديدة هو محاولة من بشار الأسد لإيصال رسائل للطائفة بأن الاقتصاد ما يزال بأيد أمينة، وبأن نفوذ أقارب أسماء هامشي لا يؤثر على نفوذ الطائفة، وبأن حجم الشركات الجديدة ونفوذ هذه الشركات لا يمكن أن يقنع الطائفة بأن الاقتصاد سيعود إلى أيديهم مقارنة بالحجم المالي لشركات تهيمن عليها أسماء كالأمانة السورية للتنمية أو شركة الاتصالات إماتيل التي أمرت أسماء بتأسيسها لخلق بديل لإمبراطورية رامي مخلوف وكسر هيمنته على سوق الاتصالات السوري. هذه الوثائق
التي حصل عليها تلفزيون سوريا تظهر التراخيص التي منحت لتلك الأسماء الجديدة. من هذه الشركات هي شركة صابرين علي الأسد، وهي شركة تسهم إلى جانب بيير شناعة وهو لبناني الجنسية، وأيضا شركة أخرى تسهم بتأسيسها عبير بديع الأسد إلى جانب عبد الله العائدي، وشركة ثالثة يسهم بتأسيسها الصهر المنتظر حمزة آصف شوكت إلى جانب محمد طارق الأسدي. في الوقت الذي يفسر فيه نصر الجابري ترخيص هذه الشركات الجديدة بمحاولة بشار الأسد إيصال رسائل للطائفة بأن الاقتصاد ما يزال بأيدي أمينة كما قلنا، وأن نفوذ أقارب أسماء ما يزال هامشي ولا يؤثر على نفوذ الطائفة. إذن شركات جديدة: بيير الشناعة بن فرزات، صابرين الأسد بنت علي، محمد خير، حمزة شوكت بن آصف، وأيضا محمد طارق الأسدي بن شفيق. شركات جديدة تظهر الآن لأفراد من عائلة الأسد. الأمر ليس جديد طبعا، يعني هناك الكثير من عائلة الأسد يعني يسيطرون على كثير من المفاصل في الاقتصاد السوري، ولكن ظهور هذه الشركات من جديد وظهور أسماء جديدة أصلا، يعني مثلا عبير بديع الأسد يعني لم نكن نسمع بهذا الاسم، ومن الواضح أنها ربما هي شقيقة وسيم الأسد، كون اسم الأب هو بديع ووسيم هو ابن بديع. وأيضا ظهور أسماء من الأجيال الجديدة كحمزة بن آصف شوكت، وأيضا هذه الأسماء صابرين الأسد مثلا بنت علي، هذه لم نسمع عنها في وقت سابق، يعني اسمها جديد. بدأ ظهور هذه الشركات الجديدة يقرأ، أو كما قرأه نصر الجابري، ربما هو حالة من إرسال رسائل للحاضنة الموالية للأسد من أجل القول بأن نفوذ أسماء الأسد وبعد سيطرتها على كل مفاصل الاقتصاد في سوريا تقريبا لن يؤثر ولن يجعل الاقتصاد بيدها، وخاصة موضوع إبعاد أسماء عن المشهد في الفترة الأخيرة بعد إصابتها بمرض سرطان الدم، أيضا قرئ بنفس هذه الطريقة. طبعا هذه الوثائق وهذه المادة على موقع تلفزيون سوريا حولها الزملاء في قسم النيو ميديا إلى مادة مرئية بالفيديو. دعونا نتابع هذه المادة والتي تشرح التفاصيل أكثر ونعود. يعني بالطبع عائلة مخلوف الآن باتت غير موثوقة بالنسبة للأسد، ولكن مع ذلك عائلة مخلوف ما تزال إلى الآن كما يقول المقربون، ما تزال إلى الآن تمتلك أسهم كبيرة سواء في على مستوى الطائفة أو على مستوى المناطق في الساحل السوري. عائلة مخلوف ما تزال إلى الآن لها أسهم، ويخشى من هذا النفوذ الذي تمتلكه هذه العائلة، لأن
في الفترة في العام 2019 عندما ظهر رامي مخلوف في الفيديوهات الشهيرة التي شاهدها الجميع، حصل انقسام بالفعل. يعني هناك يعني كم هائل من أفراد سواء من عائلة مخلوف أو من العائلات الأخرى في المنطقة في الساحل السوري انضمت وأيدت رامي مخلوف. يعني حصل تقريبا ما يمكن تسميته بالشقاق. لذلك حتى لو أن رامي مخلوف أو عائلة مخلوف عموما باتت غير موثوق بها، إلا أنها ما زالت مرهوبة الجانب من قبل بشار الأسد. في التعليقات حول هذا الخبر وخبر الشركات، أبو عدنان القدمواتي يقول بأنه مزرعة اللي خلفوهن يتقاسموها مثل ما بدهن وعايشين بالنعيم، والشعب بكل طوائفه عايش بالفقر والأكل من الحاويات والفتات. حساب باسم يوسف بنت شفين يقول بلد تحكمه المافيات، شو مستني منهم. أما هنا في هذا التعليق أسامة يتذكر أمينة ويتذكر بأن الاقتصاد بأيد أمينة، المقولة الشهيرة لحافظ الأسد، ويقول هي أمينة من وقت ما خلقت بتذكر أنها ماسكة الاقتصاد وخاصة النفط. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. شهدت بلدة زاكية بريف دمشق اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة منتصف ليل الأربعاء الماضي 19 من حزيران الجاري، وذلك بين ميليشيات أو بين مقاتلين محليين وميليشيا محلية تتبع للفرقة الرابعة بقيادة حسن غدير. الاشتباكات اندلعت بعد أن منع أهالي بلدة زاكية دخول ميليشيا محلية تتبع أيضا للفرقة الرابعة في بلدة المقلبية بمقر أو إلى مقر تاجر المخدرات حسن غدير، والقيادة في ميليشيا تضم متطوعين من أبناء بلدة زاكية بحسب مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا. بحسب المصادر أيضا لموقع تلفزيون سوريا، فإن حسن غدير يدير شبكة للإتجار وترويج الكبتاجون لصالح الفرقة الرابعة بحسب هذا التحقيق أو هذه المادة بريف دمشق الغربي، وصولا إلى أرياف محافظة درعا والحدود الأردنية، وهو من ضمن المطلوبين لدائرة المخابرات العامة الأردنية عقب تورطه بتنظيم عملية تهريب أسلحة ومواد مخدرة إلى داخل أراضي المملكة الأردنية. أصيب على أثر هذه الاشتباكات 5 أشخاص، بينهم حسن غدير القيادي في الميليشيا التابعة للرابعة وثلاثة من عناصر المجموعة، بالإضافة إلى طفلة تبلغ من العمر 12 عاما. موقع تلفزيون سوريا كان حصل على تسجيلات مصورة محلية تظهر إحراق مقاتلي زاكية 4 من المنازل التي تعود ملكيتها للأخوين حسين وحسن غدير، أحدها يستخدم كمقر عسكري ومستودع للمواد الممنوعة. في المادة التالية التي أعدها الزملاء بتلفزيون سوريا تفاصيل أكثر عن هذه الاشتباكات وخلفياتها، نتابع. منزل حسن غدير تاجر الحب والحشيش. حسن غدير الله أكبر والعزة لله. بيت مطار ترك هاي بيت عوض مطار. في التعليقات كتب
هذا الحساب باسم هوست ياشن يقول: وهل سمعتم بالفرقة الرابعة منذ تأسيسها حتى الآن؟ هاجمت جيش العدو الإسرائيلي أو أطلقت مدافعها على الجولان السوري المحتل؟ أو هل شاهدتم أو سمعتم بأن الفرقة الرابعة قامت بالرد على الجيش الإسرائيلي؟ أيضا في هذا التعليق لسليم يقول: بشار الأسد وعصابته ونصر الله الصهيوني أكبر مروجين للمخدرات في العالم العربي. مهل عبد الله تقول: بخجل شبههم بالمافيات لأنه المافيا عندهم قوانين ما بيقدروا يتجاوزوها. الفرقة الرابعة ومن يحذو حذوهم أسوأ مثال للسوء. مع انتهاء عيد الأضحى المبارك مؤخرا انتهت فترة الحج وانتهت المناسك، مناسك الحج. وطبعا موضوع الحج سيطر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بفيديوهات وصور ولأحداث إما تحمل حالة من الشجن أو حالة من الطرافة في بعض الأحيان في بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عن مناسك الحج هذا العام. وهنا سنكون مع مجموعة من الفيديوهات المنوعة، وسنبدأ بالحج وإلى هذه السيدة التي سارت وحدها إلى جبل عرفة. تابع الفيديو المنتشر بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه السيدة. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من مناسك الحج في المملكة العربية السعودية إلى سوريا وإلى ريف إدلب تحديدا، فمهما ذبل أو مهما دبل بالعامية بيضل اسمه عليه باع الورد المتجول في شوارع مدينة سلقيم بريف إدلب. دعونا نتعرف إلى قصة هذا البائع. يعني مثل ما بيقول المصري، الورد مهما دبل بيضل اسمه عليه. أول شيء هوايتي إنه أشتغل فيها. أجمل من هيك مهنة ما في، وبتناسب السني يعني وقلة عمل، يعني هاي فريدة من نوعها مثلا. وين ما وقفت ما بتضايق حدا، العالم كلياتها مثلا بتتفاعل، بيصلي على النبي أقل شيء، بيذكر الله سبحان الله ما شاء الله، نرجو إنه في إن حسنة فيها. هون منطقة يعني منطقة محلات تمشايات سوق، يعني تمشاية العالم هون على الكورنيش بهالاتجاه، يعني هون قلب السوق. بسطة الورد يعني كتير حلوة بالمدينة، يعني أنت عندك مدينة صناعية، ما أنا مثل الريف اللي مليان أشجار وطبيعة وخضار. هون لما بتلاقي ورد فمنظره بيرد الروح يعني، وما أنا مزعج أبدا، خضار وريحة لما بتشمها بتصلي على النبي بتذكر الله. ما مثل غير بسطات يعني ممكن أصواتهم عالية بسببه إزعاج بسببه زحمة. وإلى آخر موادنا في الفيديوهات المنوعة لهذه الحلقة من ريبوست، وسننتقل إلى رنيم الحسين. رنيم سورية من محافظة الرقة، هي عاملة وأم لأربعة أطفال. حصدت رنيم المركز الأول في فرع الهندسة الزراعية بجامعة حران بولاية شانلي أورفا التركية، مع العلم أنها خريجة تربية فنية بقسم الرسم في سوريا. نختم بهذا الفيديو لرنيم و
نلقاكم يوم الغد بتمام السادسة بتوقيت دمشق مع الزميلة يارا خليل، وأودعكم إلى رنين. أنا رنيم الماخوذ، بعد التجنيس صار اسمي رنيم الحسين، متزوجة، أم لأربعة أطفال من سوريا الرقة، خريجة معهد تربية فنية قسم الرسم. بعد لجوئي لتركيا دعمني زوجي وسجلت بكلية الهندسة الزراعية، والحمد لله تخرجت بتفوق، وكنت الأولى على قسم الثروة الحيوانية بكلية الزراعة في جامعة حران. كنت بلحظات وصلت للنقطة أستسلم بيها وأرجع بفضل اللي حوالي من أول وجديد أكمل. اللغة التركية صعبة طبعاً، أي درس أنا أخده أحاول أترجمه، الأمر صعب بس مو صعب على اللي بده يوصل. أكيد واجهت صعوبات، عندي أربع أطفال الله يحميهم يا رب، زوج، أكيد عندي مسؤوليات كأم كزوجة، امرأة عاملة، يعني كل شيء صعب مع امرأة تدرس. فحاولت أتحدى نفسي، أتحدى المجتمع الحوالي، لأنه كثير سمعت أنه أنت عندك أطفال، أنه أقعدي وخلص على ولدك ونقطة انتهى. بس حبيت أتحدى الجميع قبل ما أتحدى نفسي، وأحاول أثبت للكل أنه أنا موجودة، أنا متفوقة، أنا أقدر. وأتمنى من كل طالب سوري بأي جامعة يحاول يثبت للجميع أنه هو قد هذا المكان، وما أخذ هذا المقعد إلا لأنه يستحقه. هي هي تشتغل وبنفس الوقت تدرس، وأنا أشتغل وأدرس، فكنا نعتبر واحد بالبيت، نشتغل مع بعض ما بأي فرق بيناتنا. والحمد لله حتى أولادنا كانوا متحملين معنا كثير، يدرسون أحيانا لحالهم أحيانا إحنا نساعدهم. دعمتها بشكل كبير، خصوصا انه الاغلبيه السوريه يخافون من انه الاساتذه غير جيدين او شيء. انا ساعدتها ودعمتها انه هذا الامر مختلف تماما. اكيد واجهنا شوي صعوبات، بس الحمد لله بعد هالنجاح هذا احنا فرحانين زياده، ونتمنى انه نكمل الطريق، ما راح نوقف، وابنائنا ان شاء الله يلحقونا على هذا الطريق. أنصح كل طالب حابب ينجح ويوصل للمكان اللي وصلت له وأحسن منه إن شاء الله، إنه يحط عقله براسه، هاي بالعامية، ويدرس ويتفوق.